فضيلة الشيخ عطية صقر، نود أن نعرف ما يقع به الطلاق، وهل اللفظ شرط أساسي لوقوعه؟ الطلاق يقع بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان ذلك باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة أم بغير ذلك. والطلاق باللفظ قد يكون صريحا لا يحتاج إلى نية، مثل أنت طالق أو هي طالق. وقال الشافعي: ألفاظ الصريح ثلاثة، هي الطلاق والفراق والسراح المذكورة في القرآن الكريم. وقد يكون الطلاق كناية، بمعنى أن يكون بلفظ يحتمل الطلاق وغيره، مثل الحقي بأهلك، أنت لا تصلحين لي. وهو يقع إذا نوى بذلك الطلاق، فإن لم ينوه فلا طلاق، وهو المسؤول عن ذلك عند الله. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك، قال له: اعتزل امرأتك. فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك. هذا والله أعلم.